أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أحد المشايخ في الخارج ذكر شيئا من التوراة ليبين ما فيها من الفساد، فهل يجوز قراءة شيء من التوراة أو الإنجيل؟ لا يجوز هذا، لأن التوراة نسخت وانتهت، فلا يجوز ترويجها ونشرها بين الناس. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر أوراقا من التوراة ليعرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول غضب عليه، غضب عليه غضبا شديدا، وقال: ألا ما آتي بها نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا تروج لأوراق التوراة ولا الإنجيل، لأن هذا انتهى. أول شيء أنها مخرفة في الغالب، وليست هي التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى، بل هي محرفة تحريفا كثيرا، وثانيا أنها منسوخة. لكن إذا كان الإنسان عالما متمكنا ويريد أن يطلع ليرد عليها ويبين، هذه قضية خاصة. أما عموم الناس عموما الطلبة فهذا لا يجوز أن تروج توراها والإنجيل. نعم، ويقول قصنا الاطلاع وقصنا. نعم.